السلام عليكم. طيب اليوم ما كنت بخطط ابدا اني اعمل فيديو، لكن صراحه لسوء تخطيط مني، لانه جوائز الايمي اللي هي تعتبر الاوسكار للمسلسلات دوبها انتهت الصباح. صراحه ما لحقت اني اعمل حلقه خاصه بالتنبؤات مين ممكن يفوز بجوائز الايميز، فقلت اعوضها بحفله نناقش فيها المفاجات اللي صارت في الايميز وعن الحفل بشكل عام. قبل ما اتكلم عن المهرجان وعن الجوائز، حاب اوضح انه الايميز الايام هذه صار اهم من الايام السابقه بشكل كبير جدا، غير انه هو الاوسكار حق المسلسلات، وغير انه احنا عايشين العصر الذهبي للمسلسلات. المسلسلات صارت كثير، صار في انتاج ضخم وعديد جدا من كل الشركات. فصراحة جوائز الايمي بتفتح عيوننا على مسلسلات ممكن يكون غافلين عنها او مديناها فرصتها بالكامل. فلما نشوف انها اخذت جوائز ممكن تفتح عيوننا على بعض المسلسلات غير معروفة او على المسلسلات اللي مديناها فرصة. هذه السنة كانت النسخة 70 من جوائز الايمي، وتقريبا تعتبر مناسبة خاصة. صراحة ان الاحداث اللي صارت في الحفل تناسب انها تكون الحفل 70 او المهرجان 70. انا هاتكلم بشكل عام، الانتاج حيكون بسيط جدا، حاب بس اشارك ارائي عن الحفل وخصوصا الجوائز ومين اخذها. هبدأ اولا من غير اي ترتيب بالمسلسل اللي كان مفاجأة الحفل، The Marvelous Miss Maisel. ليش المسلسل هذا كان مفاجأة؟ لانه اخذ كل الجوائز تقريبا الخاصة بالاشياء الكوميدية. اخذ افضل مسلسل كوميدي، افضل اخراج لمسلسل كوميدي، افضل ممثلة في مسلسل كوميدي، افضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، وكمان افضل كتابة لمسلسل كوميدي. أخذ كل الجوائز الكوميدية ما عدا أفضل ممثل كوميدي، والشاهد إن المسلسل ده تقريبا قائم على الممثلات، قائم على النساء أكثر من الرجال. هذا المسلسل صراحة من أجمل المسلسلات الكوميدية اللي شفتها بفترة طويلة جدا. للأسف إني كنت عامل عليه مراجعة مستقلة، لكن مسحت المراجعة من الكاميرا قبل ما أنزلها على القناة. لكن بعد الفوز بالجوائز هذه كلها أكيد هعمل فيديو مستقل عن المسلسل مراجعة عامة، ليش لازم تشوفه. ومن المفاجآت الجميلة كمان في مسلسل مظلوم نوعا ما، مسلسل مو معروف عندنا نوعا ما، لكن له صيت عالمي ومسلسل جميل جدا، اللي هو مسلسل The Americans. هذا المسلسل وصل الموسم الأخير له بعد 6 مواسم تقريبا، هذا آخر موسم، وأخيرا البطل حق المسلسل يفوز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي. وهذه الجائزة هي أقوى جائزة يدور عليها أي ممثل في التلفزيون اليوم، إنك تكون ممثل وأفضل ممثل في مسلسل درامي تقريبا كأنك أخذت الأوسكار في أفضل ممثل في هوليوود. وكنت مبسوط جدا للممثل ماثيو ريز، لأنه تمثيله جميل جدا، والسنوات اللي فاتت تقريبا كان مظلوم، وإنه يأخذها على آخر موسم من المسلسل صراحة تكريم جدا جميل، يفكرني بجون هام أيام أخذها بنفس التوقيت على مسلسل ماد مان. ومن أجمل الأشياء اللي صارت تقريبا هي المنافسة بين نتفليكس و HBO. نتفليكس و HBO كانوا أكثر شركتين مرشحين لجوائز في الإيمي، وقعدوا كل واحد يأخذ جوائز أكثر من الثاني إلى نهاية الحفل. عند نهاية الحفل وقبل الإعلان عن آخر فائز، نتفليكس كانت متقدمة على HBO 23 جائزة مقابل 22 جائزة، لكن مسك الختام وأفضل مسلسل درامي راحت لمسلسل Game of Thrones، وبالطريقة دي صار في تعادل بين HBO ونتفليكس، 23 جائزة قدام 23 جائزة. بعيدا عن المنافسة مع HBO، يكفي نتفليكس فخرا انه قبل 10 سنوات تقريبا ما كانت مرشحة لأي جائزة في الإيمي، انها اليوم تتعادل مع شركة بحجم HBO وتكون اعلى مرشحين ومن اعلى الفائزين كمان ب 23 جائزة. هذا انجاز كبير جدا، لكن نتفليكس ما زالت بعيدة عن الفئات الكبيرة، ما عندها أي جائزة لأي مسلسل درامي، ما عندها أي جائزة لأي مسلسل كوميدي، ما عندها أي جائزة لأحسن ممثل في مسلسل درامي مثلا. إلى الآن هي بعيدة عن الجوائز هذه. ونرجع ونقول مبروك لكل عشاق Game of Thrones، الموسم 7 يفوز بأفضل مسلسل درامي. المنافسة هذه السنة ما كانت سهلة أبدا، كان قدامه Westworld، كان قدامه مسلسل درامي The Handmaid's Tales اللي فاز السنة اللي فاتت، وكان قدامه كمان المسلسل المحبوب This Is Us، وطبعا طبعا المنافسة كان فيها Stranger Things. الجدير بالذكر انه Game of Thrones السنة اللي فاتت ما كان ضمن الترشيحات، لانه عرض الموسم كان متأخر. فالسنة اللي فاتت تقريبا كانت فرصة لباقي المسلسلات انها تعبث في الارض فسادا، لكن Game of Thrones رجع وقوش على اهم جائزة في اليوم. انا شخصيا كان قلبي مع Westworld، مو اني ما احب Game of Thrones، مو اني ما اشجع Game of Thrones، لكن Westworld قدم موسم خرافي جدا، وقدم موسم ثاني قوي جدا، وما زال هو مستقبل HBO حاليا. وعلى سيرة Westworld نقول مبروك لثاندي نيوتن انها فازت بجائزة افضل ممثلة مساعدة في مسلسل Westworld. تمثيل الآدمية دي كان جميل جدا في المسلسل، خصوصا الموسم الثاني، الجزء الدرامي كان قوي وهي كانت مصدر الجزء الدرامي في المسلسل.
ومن المفاجآت في الحفل إنه مسلسل The Handmaid's Tales واللي تقريبا اكتسح الجوائز السنة اللي فاتت ما أخذ أي جائزة كبيرة وأي جائزة تذكر هذه السنة. هل هذا يعني أن الموسم الثاني أقل من الموسم الأول؟ ممكن، لكن جدير بالذكر أنه العام المنافسة كانت أقل، السنة هذه المسلسلات أكثر وأقوى. وبس يا جماعة، هذه هي أهم النقاط اللي حبيت أتكلم عنها في حفل جوائز الإيمي. طبعا في جوائز أكثر ما تكلمت عنها، طبعا في ممثلين أخذوا جوائز ما تكلمت عنهم، لكن حبيت أتكلم بس عن المفاجآت والمفارقات في الحفل. وياريت تشاركوني في التعليقات إيش كان توقعاتكم وقد إيش أتخيب آمالكم بعد جوائز الإيمي. كان معكم ماهر موصلش، فيكم إن شاء الله حلقة جاية.